السلام عليكم طلاب، ناخذ اليوم مثال عن المحاضرة أو الشيت الثاني المتعلق بالـ Average والـ Instantaneous Velocity والـ Average والـ Instantaneous Acceleration، وأكيد حنحل أمثلة أخرى أكثر إن شاء الله وقت المحاضرة. المثال اللي عندنا يقول A cheetah is crouched 20 meters to the east of a vehicle. At time t0, the cheetah begins to run due eastward on antelope that is 50 meters to the east of the vehicle. During the first 20 seconds of the chase, the cheetah's x coordinate varies with time according to the equation x equal 20 plus 5 t squared. A. Find the cheetah's displacement between t1 1 second and t2 2 second. B. Find its average velocity during that interval. C. Find its instantaneous velocity at t equal 1 by taking delta t 0.1 second. Then 0.01s, then 0.001s. D. Derive an expression for the cheetah's instantaneous velocity as a function of time and use it to find vx at t equal 1 and t equal 2 seconds. مثل ما ذكرنا انه مو كل الاسئله ممكن يجيب بها رسم توضيحي او رسم يفسر اللي موجود بالسؤال، فاغلبها لازم احنا اول شيء نفهم السؤال ومعطياته ونرسم حسب معطيات السؤال حتى نقدر احنا نحل ويطلع حلنا صحيح ان شاء الله. فاول شيء احنا مثل عرفنا انه الحركة هي على محور الاكس الموجب او على محور الاكس ان جنرال، هذا فرضا محور الاكس. ايش قال عندنا؟ عندنا تشيتا قاعدة او موجودة على بعد 20 متر to the east of vehicle. اذا احنا شكلنا لازم شنو لما نحل لازم تكون عندنا نقطة origin point على أساس نحط معطيات السؤال حتى نعرف الحركة كانت على الإيست باتجاه الأكس الموجب أو على الويست باتجاه الأكس السالب. فإذا حنقول فرضا إنه هاي هي نقطة الأو اللي هي الأوريجين مالتي اللي بيها الفيكل أو الكار على بعد 20 متر ايست من هاي النقطة كان موجود شنو التشيتا. اذا هنا الاكس دوت حتكون عندي هاي اول نقطة هي 20 متر بالتايم، هنا قال بالتايم 0 اللي هو التايم دوت. اذا هنا هي التشيتا ماتي موجودة أو الستارتنج بوينت مالتها على 20 متر من الكار أو الفيكل مالتي الإيست، بحيث إنه بالتايم زيرو بهاي النقطة بدأت تركض شنو؟ بدأت تركض باتجاه حيوان، هذا الحيوان موجود على بعد 50 متر أيضا إيست أوف تو ذا فيكل أو أوف ذا فيكل، يعني عن الفيكل يبعد مقدار 50، هذا هو الأنتيلوب. اوكي بدا هذا شنو بدات الشيتا تتحرك باتجاهها، يعني بدات حركتها بهذا الاتجاه. بدات تتحرك معناها بهذا الاتجاه اللي هو الاكس الموجب، اذا فرضنا هذا الاكس الموجب، بحيث انه during the first 2 seconds of the chase the cheetah's x coordinate varies with time according to the equation، بحيث انه مطينا مقدار التغير او حركة التشيتا على محور الاكس مطيناها كمعادلة، يعني المعادلة مالتها انه الاكس يساوي 20 متر زائدا 5 في التي تربيع، حيث الاكس يساوي 20 زائد 5 تي تربيع، هاش تمثل لي معادلة الديسبليسمنت أو الإزاحة اللي على أساسها حتتغير بالتغير التام، يعني كإكس as a function of t. المطلب الأول find the cheetah's displacement between t1 equal 1 second and t2 2 second. بما أنه بدأ يتحرك باتجاه اليمين حسب هاي المعادلة، إذا بمعنى إنه البوزيشن مالته حيتغير ويا الوقت، يعني فرضا إذا فرضنا هاي البوزيشن الأول اللي هو الـ x1
بالتايم، بالتايم الأول اللي هو 1 سكند. فرضا وصل هنا، لما تايم 2 سكند وصل إلى بوزيشن ثاني أكيد لأنه في حال حركة مستمرة، فنفرض هاي تي 2 هنا بالاثنين سكند. أوكي، فإذا شيلت هنا أول شيء find the cheetah's displacement between T1 and T2 اللي هي 1 سكند و 2 سكند. إذا معناه لازم نطلع ال X1 نطلع ال X2 ونطلع دلتا X. فالحل الأول هنا شنو عندنا؟ عندنا المطلب الأول اللي هو مطلب A. مطلب الأول A شي يريد؟ يريد الدلتا X اللي هو X2 ناقص X1. إذن X2 X1 ما عندنا، إحنا نستخرجها اعتمادا على التايم اللي عندنا من هاي المعادلة. وش نقول؟ at time يساوي 1 سكند حيطلعني X1. X1 شو حتكون؟ حتكون 20 زائد 5 في 1 تربيع. إذن X1 راح تطلع لي 25 متر. عوضنا 20 زائد 5 25. سلما تايم T2 2 سكند X2 يساوي لي 20 زائد 5 في 2 تربيع، يودينا هو X2 تطلع لي شكل 40. 5 في 24 20 40. إذن طلعنا قيمة ال X1، طلعنا قيمة ال X2. نبي هسه نعوضها بالمعادلة، هي دلتا إكس راح تكون عندي دلتا إكس شي يساوي لي 2 ناقص 1 يعني 40 ناقص 25 ويطلع 15. إذن الفرق بالمسافة ما بين ال X1 لمن تايم 1 سكند وال X2 تايم 2 سكند 15 متر. إذا انقطع معناه مقدار 15 متر ما بين البوزيشن 1 و 2. هذا هو كان المطلب الأول. المطلب الثاني اللي هو يقول بي يريد الـ average velocity during that interval، خلال هاي المسافة نفسها اللي هو بين الـ X1 والـ X2 شو يريد؟ يريد الـ average velocity. نرجع للمعادلة الـ VAV للـ X شو تساوي لي؟ تساوي دلتا اكس على دلتا تي، فرق بالديسبليسمنت على الفرق بالزمن اللي هو x2 ناقص x1 على t2 ناقص t1. نعوض x2 ناقص x1 اللي هي 15 على التايم 2 ناقص 1 1. اذا الافرج فيلوسيتي مال تي 15 متر على الثانيه. إذن الـ average velocity خلال نفس الفترة هي 15 متر على الثانية. نجي هسه لمطلب C. مطلب C شو يقول؟ يقول find it is instantaneous velocity at t equal 1 second by taking delta t equal 0.1 then 0.01 then 0.001 second. ناش يريد بهاي؟ يريد ال average velocity مال تي لما كان الدلتا تي، الفرق بالدلتا تي ما بين التايم الاول والثاني هو 0.1، هو 0.1، وبحيث انه التي الاول 1. فيقول بما انه دلتا تي هو 0.1 سكند و تي 1 يعطيك اياها 1 سكند، اذا بديهيا دلتا تي تي 2 ناقص تي 1 شو حيطلع لي؟ 1.1. اذا تي 2 يطلع لي 1.1 سكند. دلتا تي تي 2 ناقص تي 1 هاي معلومه، هاي معلومه، تقلبها يطلع تي 2 1.1 سكند. شو يريد هنا؟ يريد الـ average velocity. إذا ما معناه أنه لازم نطلع الـ x2 لأنه t بالـ x1 بالـ t1 واحد، بس شو تغير عندي؟ تغير t
ما يتعلق بالبوزيشن الثاني او اللوكيشن الثاني x2. اذا لما لازم نطلع قيمة x2 بالفاليو الجديدة مال تايم، فشي نقول له؟ نقول له x2 يساوي لي 20 زائد 5 في 1.1 تربيع. اذا معناها حيطلع x2 26.05 متر. فنجي نقارن، لما كان 2 سكند كان مقدارها 40، لما صارت 1.1 قلت صار 26.5. فمن تغير قلل التايم اللي تحركت بيه تشيتا قلت المسافة. إذا نجي نحسب هنا على هاي الفاليو الجديدة الـ average velocity، شو هطلع لك؟ x2 اللي هو 26.05 ناقص الـ 1 اللي هو 25 على 1.1 اللي هو 2 ناقص 1، شو هيطلع لنا؟ هيطلع لنا 10.5 متر على الثانية. إذا مقدار الـ average velocity هنا أيضا قل، لأنه مقدار المسافة تغيرت ومقدار الـ x اللي على أساسه تغير، فكان بداية هناك 15، بس لما تغيرت الدلتا تي صارت 10.5. أيضا نتبع نفس الأسلوب بالحل، لما الـ 0.01 والـ 0.01 نحسب القيم الـ x2 الجديدة، ومن ثم نعوض بالـ v اللي هو average velocity على محور الـ x حتى نحسبها. المطلب الثالث، عفوا الأخير الـ d، يقول لك drive an expression for the cheetah's instantaneous velocity as a function of time and use it to find vx at t1 and t2. إذا نرجع للسؤال هنا، يقول لك اشتق معادلة تحسب لي بها الـ instantaneous velocity كمعادلة a function of time، يعني تطلع لي الـ instantaneous velocity كمعادلة من t، بعدين من نستخرجها نجي نعوض قد قيمة الـ vx لما t1 وقد قيمة الـ vx لما t2. أخذنا بالمحاضرة أنه جهة مطلب دي أنه الـ v لـ x عبارة عن مشتقة dx على dt، مشتقة الإزاحة نسبة للزمن. إذا بما معناه المعادلة الأصلية اللي هي 20 زائد 5 t تربيع راح نشتقها حتى نبدي نحسب، يعني معناها حيكون مشتقة دي على dt المعادلة الأصلية مالتها اللي هي 20 زائد 5 تي تربيع. إذا ايش راح تطلع المعادلة؟ ويساوي هاي مشتقتها 0 زائد 10 تي. إذا المعادلة مال من؟ معادلة ال vx ك function of t هي تساوي لي 10 تي. نجي هسه نعوض بالتايم، ايش قد نشوف الانستانتينوس فيلوسيتي في اللحظة اللي كان بيها ورا 1 سكند، والانستانتينوس فيلوسيتي في اللحظة اللي هي 2 سكند. نقول لها at t يساوي 1 سكند، فمعناه ال vx 1 في 10 10 متر على الثانية. نجي نقول لها من at t 2 سكند، ايضا نعوض مباشرة يطلع لي ال vx يساوي لي 2 في 10 20. إذا باللحظة الأولى كان سرعته 10 متر على الثانية تشيتا، وفي الثانية الثانية كان سرعته 20، فمقدار السرعة مالتها تزايدية ويا الوقت، فالدلتا هنا الأكسلريشن مالتي حيكون ما يكون كونستانت، والدلتا والفي افرج فيلوسيتي حسبناها اعتمادا على قيم المتغيرات. أوكي، فهذا هو الحل متعلق بالسؤال، بتعطينا مقدار التغير مالتها على شكل معادلة، فعوضنا بها حسب القوانين والمعطيات اللي عندنا، حددنا بال 0 0 مالت نسبة للكار x.20 و t0، بعدين يتحرك مسافة x1 بالتايم الأول، بعدين يتحرك مسافة x2 بالتايم الثاني باتجاه ال 50 متر اللي هو الانتلوب عن الايست. فاستخدمنا القوانين اللي حسبناها بحساب الافرج فيلوسيتي والستاتونز فيلوسيتي، وعوضنا بالقيم ال t اللي على اساسها هي x function as a function of t، طلعت ان الحسابات او الارقام اللي هي الـ change displacement والـ average velocity والـ instantaneous velocity.